عايزه اتكلم بقى على الفيديو المنتشر ان الزوجه غير ملزمه تنام في بيت جوزها. يعني احنا خلصنا من الخدمه وعملنا لكم حلقه كامله بتفنيد الادله. غير ملزمه بتفتح له الباب، باب الشقه، قلنا له غنيله انا جايه لي لسه ان شاء الله اطلعها لكم، جايه لي لسه فيديو لبنتين بيقولوا مامتهم بعتها ان احنا سمعنا كلامك، كلام دكتوره هاله، استقبلوا ابي باستقبال حلو والام تستقبله باغنيه هي والاولاد، وبينشدوا لابوهم نشيد وبيدعوا له. ان شاء الله انزله لكم قريب. النماذج الحلوه والسلوكيات الحلوه تنتشر. انت مش ملزمه تفتح له، مش ملزمه تطبخ، مش ملزمه تنام في البيت. امال هتنام فين؟ يا رب يا رب احفظ لساني بس يا رب عشان خاطري. امال هتنامي فين يا حبيبتي؟ لما انت مش ملزمه تنامي في بيت جوزها هتنامي فين؟ عند اصله دهاني هتنام عند دهاني، القطعه المشهد بتاع المسلسل انت متعرفش ولا ايه؟ وجاي من معاها من فوق وجوزها واقف تحت. شفتوا الحاجات اللي انتوا بتستهدفوا لها؟ اصل دراما وفي كده، احنا بننشر الغلط ليه؟ ده جايه في الاخر مش ملزمه تبات، امال هتنام فين؟ امال ما هي مش ملزمه تنام في البيت وهتنام فين؟ يا شيخ يا جماعه اتقوا الله بقى شويه. ده مش ناشز ولا تبقى عاصيه ولا تبقى، فين الرجال؟ ابوها اللي وداه وكتبوا العقد ده وراح، وانت فين الرجال؟ مش ملزمه تبات، مع السلامه، روحي بقى عند اهلك هم اللي تولوا مسؤوليتك. انتوا عايزين تعملوا ايه في البيت اكتر من كده؟ انتوا عايزين تعملوا ايه في منظومه الزواج اكتر من كده؟ خراب ايه مستنيين؟ لما المراه تطلع بره اطار انها زوجه وانها ام ومنظومه الاسره الصحيحه. ليه كده؟ ليه ننشر الفساد؟ ليه ننشر المعصيه؟ ليه ننشر الفسق يعني اقول نفسي بس اقول لفظ ما يأذيش. الكلام ده مش صح. هاخد بس انا طبعا خلصت وشلتها من رقبتي حطيتها عندكم لكل راجل ولكل اب سامعني. انا شلتها من رقبتي حطيتها عندكم. حافظ على اهل بيتك يا ربي بناتك صح. الموضوع مش موضوع انك تربي عيالك في احلى مدارس وانترناشونال ومش عارفه وجايب لبس ايه وعامل ايه، ربي عيالك صح. علمهم التقوى والايمان وحب ربنا والخوف والمراقبه من ربنا سبحانه وتعالى، علمهم سلوكيات الدين، علمهم الخلق الحسن. هذا الله سبحانه وتعالى لكم بالخير.